عملت الخياطة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، ونواحي مدينة الدار البيضاء، لان احنا في منطقة بعيدة على مدينة الدار البيضاء. الله يخليكم الاخواني، الا كتسمعوني مزيان ولا الصوت مزيان اكتبوا لي في الكومنتير باش هكا نقدروا نبداو القصة ديالنا. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم. هذه القصة يمكن من العنوان فهمتوها ولكن تفاصيلها صادمة. الا خليكم الا كتسمعوني مزيان كتبوا لي كومونتير باش نقدروا نبداو اللايف ديالنا. الا كتسمعوني مزيان الله يرحم الوالدين كتبوا كومونتير. شكرا لمريم ناسين. وي مزيان، الو خلينا نبداو الحوار ديالنا. هاك لا لا فرحين احنا فين؟ واش نوقع؟ احنا في مدينة سيد رحال. شنو نقول لك اخويا؟ هاد السيد براجلي شفت منو التعدي بزاف. هاد راجل كيفاش عرفتي؟ كيفاش خديتي؟ خديته من طرف العائلة. أنا نهار الأول ما بغيتوش، دارنا اللي بغوه. هاد السيد ولد عمتي ماشي بعيد مني، غير ولد عمتي. سمعتيني؟ هذا ولد عمتي ماشي بعيد مني. المشكل با قال لك خوديه، لا هما من عائلتنا. ملي خديته ولا كيتصنت لخوه بزاف، ولي ديما في المشاكل. خوه كيحرضو عليا، كيقول لي مراتك ما مزياناش. كنقول لي انا بين ليا، وريني شي حاجه، بين ليا وريني شي حاجه. حتى شي حاجه ما بين ليا. كنقول لي انا اللي قال لك خوك شي حاجه وريني. كيجلس انا في الحانوت، كنجلس كيخدم ما دايره محل الخياطه، كنجلس في الحانوت من 8 الصباح لجوج الليل، وانا جالسه في الحانوت خدامه ما كنخرج من حتى شي حاجه. ملي كيجي كيقول لي كنتي هنا كنتي هنا. قلت لي انا بين ليا هادشي. دابا سيدي عام، انا من شهر 9 ديال العام الاول دافع الطلاق. المحكمه كنمشي كيقول لي سيري جي سيري جي سيري جي، حتى شي حق ما بينوه ليا، حتى حقي ما عطوه ليا. ملي كنمشي للمحكمه يقول لك سيري الشهر الاخر سيري الشهر الاخر. ملي كيسولو هو كيقول لهم انا غنصرف عليها هي وبنتها. عام ما عمره جاب حتى فاني دابا جاب لبنته، غير انا اللي خدامه على بنتي، غير دارنا اللي معاونيني عليها، غير الناس اللي معاونيني عليها. واليوم ولا كيحرض ولدو ضدي، حيت ولدو صغير ما عارفش. نهار الجمعه حرق غوت لولده وقال لي اجي دير في عطاه فاس. هو جالس في الكرسي وعطى لولده فاس وكيريه في الدار. ملي قلت لولدي زكاش قلعت لولدي الفاس وضربته، عطيته جوج ترفيقات قال لولدي ضربها، حيت ولدي ما عارفش ما عندوش عقله باقي صغير. عطاه الفاس هو يقول لي ضربني، ويا انت فين ضربني؟ هنايا. ضربني ولدي. ويني ولدي بالضغط ديال باه كيقول لي باه ضربها ضربها. ولدي صغير ما عارف والو، ودابا حاليا مقبوط عند جندارم، شادين جندارم يلا شدوه دابا. ما خصش ولدي يكون تما، خص باه اللي يكون تما، خص باه هو اللي معدي عليا ماشي ولدي. ولدي باقي صغير ما عارف والو، في سن المراهقه ما عارفش باه ما عارفش باش غيتصرف. انا بغيت حقي ياخذوه ليا من باه ماشي من الدري. واخا شنو وقع الدري؟ الدري ملي ضربني دابا شدوه جندارم. شنو دار لك؟ ضربني بالفاس. هايا دابا راه ستة الغرزات اللي عندي، خت باه كيقول لي ضربها. شنو نقول لك؟ الدري ها ولدي وولد كرشي عامين وانا مرضعه. كنا كتدير لي حليب ترضعه، نقول غندير لي حليب ترضعه، عامين وانا كنرضع فيه. المشكل ركبته حنطته، دابا حاليا ملي كبر باه ولا كيحرضو ضدي. الدري ما عارف والو، الدري ما عارف والو. عطاه الفاس ضربني بيه راسي، كيقول لي ضربها ضربها عمر، قال لي راه ضربها ما تخافش منها ضربها. هو يضربني صافي ما عقلش. ملي فقت لقيت بنتي هي اللي لقيتها كتغوت وكتبكي، تبكي هي اللي كتغوت. هزو للدولة للسبيطار ما عقلتش عليه والو. الغد لي صبحت عاقله قلت لها شكون ضربني؟ قالت لي ضربك عمر. ولدي ما عارف والو. باقي صغير ما عرفتش شي حاجه. انا بغيت حقي من باه، بغيت سيدنا يعطيني حقي، بغيت يعطيني حقي، ما بغيتش الظلم هذا. خوه كيحرش خوه، واخا مجوج مجوج اه، وكيصرف على واحد اخر ومخلي ولادو. قطع لي الماء، قطع لي الضو من الدار. ملي مشيت للمخزن عطاني الضو في البرد ما فين ساكنه، والحمد لله خدامه فيه حيد لي منه الضو. بنته كتحفظ شهرين، هي كتحفظ على شمعه.
انا كنطلب من المواطنين يعاونوني، كنطلب من السيد يعاونني، كنطلب من الدوله من المخزن يعطيني حقي. ما يبقوش دايرين معايا بحال هكا، بغيت حقي انا، ما بغيتش شي حاجه. كنطلب منه حقي من هو، ماشي غير ياخذ حقي من الدري. ولدي صغير، ولدي انا ولدي ماشي الاحساس ديالي ما يضربنيش ولدي، ولدي بقى يضغط عليه، كثر الضغط اللي ضغط عليه، ولدي ما عارف والو، ولدي ما خصوش يتشد تما، خاصو هو اللي يكون مشدود دابا تما. ولدك شحال عنده من عام؟ عنده 14 عام. واخا ولدك راه غيمشي بالعقوق، غيمشي بالعنف ضد الاصول، راه غيمشي بواحد العقوبه صعيبه. عقوبه خاص باه اللي يتعاقب ديك العقوبه، الدري باقي ما عارف والو. باقي ما عارفش، باه كيحرض وكيقول لي ضربها ضربها، فاش هو ضربني؟ لما الدري ما عارف والو، ملي كترش باه وكتر عليك هو تصدقت فاش هو ضربني، ولدي ما عارف مازال عينه ما كيهزش فيا، ما عمره هز عليا حتى صوته. يعني ولدك ماشي سلوكه خايب. ماشي سلوكه خايب وما كيدير حتى شي حاجة خايبة، ما كيدير حتى شي بلية خايبة، كلشي الناس كلشي الجيران كيتعاملوا معاه زوين. ولدي نقي ولدي زوين ما كيدير لا بلية لا حتى شي حاجة، وين باه نهار الجمعة هو اللي حرضه. باه هو اللي بقى كيضغط عليه تخلى ضربني بزز منه، ماشي لخاطرو اللي ضربني ولدي. ضربك ولدك هو؟ شنو بقى من الدري؟ ماشي لخاطرو، الضغط ديال باه، ضغط عليه باه فاش هو ضربني، ماشي لخاطرو. واخا هو راجلك فين ضربك؟ ضربني في صدري، ضربني بالجنوية، بالكعبة ديال الجنوية، عندي الشق في الضلعة وعاود وراك عليه بالجنوية، قال لي أنا بغيت نقتلك. جاو الجندرم تاني هزوني مغيبة، وما داروا لي لا حق لا حتى شي حاجة. دفعوا المحكمة في سفرتي كفاية 28 في 22 يوم ما داروا لي فيها حتى شي حاجة. أنا بغيت حقي منه، ماشي حقي ناخذه من الدري، بغيتو من بوه. الدري ما عنده حتى شي ظلم. نسامح لولدي أه حقا، وأنا بغيت حقي من بواه. ولدي خت باريع ما داير حتى شي حاجة. ولدي راه ولدي سكب ديتي راه غنسمح ليه من طبيعة الحال غنسمح ليه. ويني أنا بغيت حقي من بواه، بغيت حقي من بواه. ما بغيتوش يبقى يحرض ولدي. كيف اليوم زيد وضربني انا كي غدا غيزيدوا لحاجه اخرى، ما بغيتش انا هادشي يكون، ما بغيتش يكون. كنطلب من سيدنا، كنطلب من جلاله سيد محمد السادس، بغيت يوقف معايا وبغيت يكون نداء خاص لي، بغيت حقي. الله يرحم الوالدين. غير كندورو غير في الزنقه، ولينا دابا بغينا نمشيو للدار ولينا خايفين، بغيت خايف يجي يقتلني انا وبنتي، مبقيناش قدرنا ندخلو. باركين في جنب الحيط دابا، فين جالسين؟ ما عندناش فين نجلسو. هذا واجب.